بتوجه لدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي. المنظمات الدولية يا فندم بتتوقع ركود تضخمي في الاقتصاد العالمي يستمر لنهاية ربما لنهاية 2023، ودكتور أشرف العربي في الحقيقة حضرتك نشر لك العديد من الأبحاث في الأبحاث الاقتصادية بشكل عام، خاصة في مجال سياسات استهداف التضخم وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. ما الأدوات الإضافية للسياسة النقدية اللي غير سعر الفايدة وغير معدل الاحتياطي الإلزامي اللي ممكن يكون لها تأثير في كبح جماح التضخم في الفترة القادمة؟ طيب، مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على حضراتكم جميعا، وسعيد وشاكر جدا لدعوة معهد التخطيط القومي ودعوتي شخصيا للمشاركة في هذا المؤتمر الهام وفي هذه الجلسة الهامة جدا اللي بتأتي الحقيقة، والمؤتمر كله بيأتي في زي ما سمعنا من كلمات المختلفة في توقيت بالغ الصعوبة وموقف اقتصادي ومشهد اقتصادي عالمي وإقليمي ومحلي بالغ التعقيد. والحقيقة الجلسة اللي احنا بنتكلم فيها، صحيح الجلسة دي مخصصة فقط للسياسة النقدية، لكن لا يمكن أبدا فصلها عن الجلسات السابقة، سواء الجلسة المتعلقة بالسياسة المالية أو الجلسة المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية أو بالعرض التقديمي الممتاز اللي تفضل به دولة رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم. فالحقيقة القضايا الاقتصادية بطبيعتها قضايا متشابكة جدا، فلو بنتكلم على المالية العامة أو السياسة المالية وعلاقتها بالسياسة النقدية زي ما تفضل الدكتور محمود محي الدين في الجلسة السابقة وكل الزملاء اللي أشاروا، إن ما لا يمكن أبدا الفصل بين السياستين المالية والنقدية بشكل كبير. والحقيقة هنا عايز أوجه يعني عدد من الرسائل الأساسية القصيرة التزاما بالوقت المحدد يعني، وطبعا أنا هركز في المداخلة كلها على المستقبل بما إن احنا نتكلم على خارطة الطريق للاقتصاد المصري أكثر تنافسية خلال الفترة القادمة. أعتقد الفترة القادمة احنا محتاجين نأكد على عدد من المبادئ الأساسية. مبدأ أساسي في تقديري لازم ننتبه إليه ونركز عليه الفترة القادمة، فكرة أو مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة. وحدة الموازنة العامة للدولة هو مبدأ أساسي جدا جدا، ومحتاجين إن احنا نركز عليه الفترة اللي جاية، وبدون يعني دخول في تفاصيل كثيرة، ولكن الانتباه لفكرة ومبدأ وحدة الموازنة والكلام المهم اللي تفضل به السيد معالي وزير المالية فيما يتعلق بالدين والتفريق بين الدين على أجهزة الموازنة والدين العام بالشكل الأكبر الأوسع اللي احنا بنفهمه، كل ده الحقيقة يعني مرتبط بالتأكيد على مبدأ وحدة الموازنة اللي هو في رأيي لو أخلينا بيه هيأثر وهيعمل مخاطر كثيرة جدا على استدامة المالية العامة بشكل عام. وده ياخدنا ومرتبط بيه جدا قضية الحوكمة والحوكمة الاقتصادية من القضايا اللي أعتقد إن احنا يجب أن ننتبه إليها، ولازم يعني في تقديري إنها تكون واحدة من التوصيات والمخرجات الأساسية لهذا المؤتمر. الحاجة الثانية القضية النمو الاقتصادي، والحقيقة اللي أنا عايز نأكد عليه الفترة اللي جاية هو نوعية النمو الاقتصادي. احنا عايزين نمو اقتصادي، وده مرتبط بالكلام المهم جدا اللي عرضته معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية. فإحنا محتاجين نمو اقتصادي مدفوع بالاستثمار، مدفوع بالتصدير، مش مدفوع بالاستهلاك، مش مدفوع بالواردات. محتاجين يكون في مساهمة موجبة لصافي الصادرات في المعدلات النمو الاقتصادي اللي بتتحقق خلال الفترة القادمة. محتاجين مساهمة قوية لما يسمى بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، اللي هي فكرة كفاءة استخدام الموارد سواء عنصر العمل سواء عنصر رأس المال، ده مهم جدا. فالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج محتاجين إن احنا هي دي اللي نركز عليها بشكل كبير خلال الفترة القادمة. ده ياخدنا برضو لفكرة النمو وطبيعة النمو، وإن احنا النمو اللي احنا عايزينه
الفترة القادمة هو النمو الشامل الاحتوائي المستدام التشغيلي. ده طبيعة النمو، والنمو اللي بيولد فرص عمل دائمة دائمة، وده مهم جدا جدا جدا. الحاجة التانية، كل اللي بنتكلم عليه فيما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة المالية ومرتبط أو هي كلها في الآخر أدوات علشان تحقق التنمية، والتنمية بمفهومها الشامل ليس فقط النمو الاقتصادي، ولكن المفهوم الشامل النهاردة ليس فقط مجرد إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، ده يمكن كان موجود بشكل كبير وانتشر هذا المفهوم في السبعينيات من القرن الماضي، لكن احنا نتكلم النهاردة على تنمية بالمفهوم التوسيع الخيارات أو الحريات المتاحة أمام البشر، ده المفهوم الأوسع للتنمية، التنمية بالمعنى المستدام، التنمية اللي بتلبي احتياجات الأجيال الحاضرة ودون التضحية باحتياجات الأجيال القادمة. ففكرة الاستدامة لازم تكون عنصر أساسي في الحديث. موضوع ياخدنا لقضية تمويل التنمية، وأنا الحقيقة برضو بأكد على الرسالة اللي قالها أحمد بيه الوكيل في فكرة إن إحنا مقتنعين ومتأكدين الحقيقة إن الظرف العالمي والأزمات سواء الكوفيد أو الأزمة الروسية الأوكرانية ده فعلا يعني أدت الحقيقة إلى انعكست بشكل كبير جدا على الاقتصاد المصري، لكن الحقيقة إحنا محتاجين الفترة القادمة برضو ما فيش مانع إن إحنا نراجع بعض السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة خلال الفترة القادمة، بحيث ان احنا نقوي من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الازمات، لان الازمات اصبحت يعني الحقيقة كل يوم هنشوف ازمة وازمة جديدة وبنطلع من ازمة، وقبل ما نطلع من ازمة نكون دخلنا في ازمة جديدة وهكذا. فده ياخدني لفكرة تمويل التنمية ورفع كفاءة الحقيقة رفع كفاءة الانفاق العام، يعني ده برضو من الحاجات القضايا المهمة جدا جدا، مرتبطة طبعا بترتيب الأولويات بالذات في الفترة القادمة، ومرتبطة برفع الكفاءة الإنفاق بشكل كبير. يعني احنا نقدر نحقق معدلات أعلى من النمو ومعدلات أعلى من التنمية في تقديري لو حسنا من كفاءة استخدام الموارد وحسنا من كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة بشكل كبير. أنا سعيد جدا بما ذكره دولة رئيس الوزراء صباح اليوم، وهو فكرة إن وإحنا بنتكلم على الدين الخارجي وقال هو دين داخل حدود الأمنة ولا خارج حدود، لا الحقيقة فيه المؤشرات اللي تفضل بيها، وأنا سعيد جدا بهذا يعني اللي ذكره دولة رئيس الوزراء، ان بتقول لا ان احنا في بعض المؤشرات بصرف النظر عن الدين للناتج الدين الخارجي الناتج، لكن احنا نتكلم على بعض المؤشرات الاخرى اللي بتقول ان احنا لازم ننتبه جدا جدا لقضية الدين الخارجي خلال الفترة القادمة، وبالتالي نقدر نعوض او الفترة القادمة يكون تمويل التنمية بمزيد من الاستثمار ومزيد من المشاركة بين الحكومة أو القطاع العام والقطاع الخاص، وليس بمزيد من الاقتراض. أنا كمان سعيد جدا بالوثيقة، وده مرتبط الحقيقة بشكل كبير جدا مرة تانية بالسياسة النقدية وبأدوات السياسة النقدية وإيه هي الخيارات المتاحة أمام السياسة النقدية. فكرة ما طرحته الحكومة للحوار وفي جلسات هذا المؤتمر أيضا، وصباح الغد هيكون الجلسة على الوثيقة ملكية سياسة ملكية الدولة، أنا أعتبرها وثيقة مهمة جدا جدا جدا، وأنا في تقديري أنها يجب أن تحظى بالاهتمام على أعلى مستوى من السيد رئيس الجمهورية وطبعا دولة رئيس الوزراء والحكومة كلها علشان ننفذ ما جاء في هذه الوثيقة. وفي رأيي أن الوثيقة ممكن جدا أو أنها تكون يعني عنوانها ليس وثيقة سياسة ملكية الدولة ولكن دور الدولة في الحالة الاقتصادية، هي بتتناول بعض الأشياء القضايا مثل الحياد التنافسي وقضايا مختلفة أخرى أبعد وأوسع بكثير من قضية سياسة ملكية الدولة. الحاجة ما يتعلق بالبنك المركزي والسؤال بتاع حضرتك والأدوات، أنا يعني الفترة القادمة احنا عايزين حقيقة نأكد ونعزز من فكرة استقلالية البنك المركزي واستقلالية السياسة النقدية. طبعا استقلالية هنا بالمفهوم اللي هو طبعا كله في إطار السياسة العامة
للدولة، لأن ده بيعزز بشكل كبير جدا من فعالية الأدوات السياسة النقدية، أيا كان هي الأداة هي سعر الفايدة أو غيرها. طبعا أنا في رأيي أن الفترة القادمة كمان لازم كل جهة سواء البنك المركزي وزارة المالية، كل جهة تقوم بدورها الحقيقة، مش أكبر من دورها. يعني الدور اللي المفروض تقوم به البنك المركزي، واللي هي المسؤولة عن البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية، تقوم به ولا تتوسع في، ونفس الشيء بالنسبة للسياسة المالية ووزارة المالية. في رأيي دي مهمة جدا. الحاجة الأخيرة اللي عايز أختم بيها هي قضية المشاورات الحالية مع صندوق النقد الدولي. أنا شخصيا شايف ان ده يعني في منتهى الاهميه، ان احنا ننتهي وسريعا جدا من اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وان نبدا ننفذ البرنامج زي ما نجحنا في تنفيذ البرنامج خلال الفتره السابقه من 16 ل 19. لا، محتاجين برنامج جديد ونبدا ننفذه بنفس الدرجه من الكفاءه والفعاليه خلال الفتره القادمه. مرتبط بده قضية تحرير سعر الصرف، يعني في قضايا حساسة الحقيقة احنا ما بنتكلمش فيها كتير، لكن الحقيقة لازم نتكلم فيها، لان هي الحقيقة احنا لازم ننتهي من هذه الامور. احنا انتهينا من يعني دولة رئيس الوزراء اتكلم الصبح على فكرة الحلول الجذرية، وانك انت ما يبقاش في حلول مؤقتة، هو ده بالظبط اللي مطلوب. احنا محتاجين وباقصى سرعة نعمل الكلام دوت بدون مزيد من الـ من الـ من الـ من من التأخير في رأيي، لأن التأخير حقيقة تكلفته أعلى بشكل كبير. لكن وطبعا مرتبط بها كل متطلبات تنفيذ البرنامج الأخرى، ليس فقط تحرير سعر الصرف. لكن الحقيقة أنا بأكد على إن أهمية إن احنا ما نقفش عند الموضوع ده ونسكت، لأن احنا عملنا أكتر من مرة، وأشير في العروض قبل كده إن احنا عملنا أكتر من برنامج، وعملنا أكتر من مؤتمر، وعملنا قضية إن التثبيت، وقضية إنك أنت تاخد الإجراءات القوية دي، لكن لازم يتزامن معها ويتكامل معها ويمكن يسبقها وفكرة الإصلاحات الهيكلية، وفكرة بقى الشغل اللي هو بجد هيخلينا نتنقل النقلة، اللي احنا ما نحتاجش كل شوية إن احنا ندخل في برنامج جديد ونعمل تاني إعادة يعني كل البرامج اللي موجودة. قضية التصنيع يعني قضية صناعة، قضية هامة جدا جدا في هذا الإطار، وبالتالي الصادرات صحيح، وهذه النقاط تحديدا يا دكتور هيتم التطرق ليها طبعا بشكل مفصل جدا في جلسات لاحقة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي على مقترحات عملية سريعة حضرتك قدمتها لنا.